كونتور مناخير دايما تستخدمه بنات لون بني على جراي، وما يكونش اوفر صارخ اللون ولا على اورنج. هي البنت عندها ارنبه مناخير، فحلو ان احنا نظهرها. والخط الابيض اللي في النص هطلعه لحد فوق بين الحاجب، بيدي مدى حلو بين الحاجب وبيدي منظر حلو للمناخير. دلوقتي انا بسخن ايدي علشان اعمل بلندنج بصوابع ايدي، تمام؟ البلندنج بصوابع الايد بيبقى رائع. عندكم اوبشن تاني، تعملوا بلندنج ببيوتي بلندر صغيره او حتى الكبيره، بس ما تمسحيش، بس طبطبه طبطبه، يفضل الكونتور نفس مكانه، لان في بنات بتمسح الكونتور تماما، في بنات بتعمل عكس، الكونتور بيبقى اوفر واضح. حركه الباودر على اطراف المناخير بتصغر المناخير اكتر. خلاص هنسيبها شويه، ممكن تسيبوها وتكملوا ميك اب وتشيلوها في الاخر عادي. دلوقتي انا بزيد الكونتور فرشه برضو من مورفي، من جاكلين هيل. الكونتور ده من سماش بوكس، بحبه جدا، لونه رائع.